بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، أما بعد أيها الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة المباركة بعون الله جل وعلا سوف نشرع في التعليق على آيات سورة البلد. وسورة البلد هي سورة مكية، بمعنى أنها نزلت قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآياتها 20 آية. سورة البلد مكونة من 20 آية، والله عز وجل افتتح هذه السورة واستهلها بثلاثة أقسام، ثلاثة أيمان أو ثلاثة أقسام. أقسم الله عز وجل بالبلد الأمين، وأقسم بوالد وما ولد، وسوف نعرف بعد قليل ما المقصود بهذه الأقسام. وبعد ذلك أقسم سبحانه على أنه خلق الإنسان في كبد، وأيضا هذه يعني في كبد قال العلماء بأنها بمعنى الشدة والمعاناة والمكابدة، وهناك أقوال أخرى سوف يعني نشير إليها بإذن الله عز وجل. ثم قال في آخر السورة: فلا اقتحم العقبة، أي أنه يعني لا يتكبد المشاق في الإنفاق على النفس من العتق والإطعام، ويعني تقديم الطاعات والقربات التي تخلصه من عذاب الله جل وعلا. ثم تكلم الله عز وجل في خاتمة السورة عما يتعلق بالتواصي بالصبر وبالمرحمة، وأن أهل السعادة يكونون هم أهل الميمنة، وأن أهل الشقاوة هم أهل المشأمة. الله عز وجل في هذه السورة الكريمة استهلها بقوله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد. والمتبادر إلى السامع والذي نعرفه من اللغة العربية والمشهور بأن لا حرف نفي، وأنه يؤتى به للنفي. فهل المقصود أن الله عز وجل ينفي القسم؟ يعني هذه السورة أنا ربما أكاد أجزم أن أكثرنا يقرأ هذه السورة ويمكن لا يتأمل في معنى قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد. كيف يعني الله عز وجل، هل هو ينفي القسم؟ هل الآن المقصود من هذا التركيب نفي القسم؟ فقول الله تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، لا حرف نفي، فهل المقصود نفي القسم؟ هذا طبعا قول قال به بعض المفسرين، ولكنه قول ضعيف، لأن يعني مما يدل على أن القسم مراد، هناك آية أخرى في كتاب الله عز وجل تؤكد أن القسم مقصود ومراد. ما هي الآية في سورة الواقعة؟ فلا أقسم بمواقع النجوم. وش قال بعدها؟ وإنه لقسم. إذن لو كان المقصود النفي ما قال وإنه لقسم ولو تعلمون عظيم. عرفت الدلالة؟ فإذن ليس المقصود هنا النفي. الله عز وجل قال: لا أقسم بهذا البلد. فهذه القول الصحيح والقول الراجح من أقوال العلماء بأن لا هنا جاء بها للتنبيه ولتقوية القسم ولتأكيد القسم. طيب، إنما جاء يعني هذا أسلوب عربي يؤتى به لتقوية القسم، فالمراد بها تقوية القسم. لا أقسم بهذا البلد، ليس المقصود نفي القسم، بل الله عز وجل يقسم ويريد القسم، ولكنه جاء بلا للتقوية وللتنبيه. طيب، القسم عرفنا أو مر بنا في دروس سابقة تعريف القسم. ما معنى القسم؟ ما تعريف القسم؟ أيوة، أنت اللي قلت تأكيد في الدرس الماضي. أيوة، تأكيد إيش؟ تأكيد الكلام بذكر معظم، طيب، بصيغة معينة. هذا هو القسم. تعريف القسم هو تأكيد الكلام بذكر معظم بصيغة معينة. طبعا هذا المعظم يكون عند المقسم، عند الحالف، ولا يشترط أن يكون هذا المعظم معظم في الحقيقة. يعني مثلا الآن ألا ترى بعض الناس الآن يقول مثلا: ورأس أبي مثلا. بعضهم يحلف، طبعا هذا من الأيمان الباطلة، لا يجوز يعني، لكن بعضهم يقول: ورأس أبي، أو وشرفي، وحياة أبي مثلا. طيب، حياة أبوك معظمة عندك أنت، ليست معظمة عندي أنا يعني، صح ولا لا؟ فإذا هي معظمة عند المتحدث، ليس بالشرط أنها تكون معظمة عند الجميع، لكن هناك أقسام وأيمان تكون معظمة عند الجميع. مثل ما تقول: والله
وبالله كلنا نعظم الله عز وجل، الله عظيم عندنا سبحانه وتعالى. فإذا إذا حلفت بالله فأنت معظم لله تبارك وتعالى. فإذا هذا هو تعريف القسم، لا أقسم بهذا البلد. وحروف القسم كما قلنا لكم أشهر الحروف التي يعني هي الشهيرة الواو والباء والتاء، تقول بالله والله وتالله. طيب القسم الذي عندنا في هذه الليلة لا أقسم بهذا البلد، أي حرف استخدم معه؟ ها وين الباء؟ بهذا، أحسنت، حرف الباء. الباء هنا حرف قسم، لا أقسم بهذا البلد، يعني هي استخدمت الباء هنا أيضا في القسم. طيب لا أقسم بهذا البلد. طيب البلد، ما المقصود بالبلد؟ البلد المقصود بها مكة المكرمة، لأن السورة مكية، والله عز وجل يعني سمى مكة في مواضع عدة من القرآن بالبلد، سماه البلد الأمين، وهذا البلد وهذا البلد الأمين، أليس كذلك؟ وسماه أيضا البلدة الطيبة، سماها البلدة، فسميت البلدة وسمي البلد. فإذا هذه كلها أسماء لمكة، هذا مكة هي قبلة المسلمين، وهي أشرف البلاد، وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرج من مكة وتوجه إلى المدينة التفت إليها وقال، نظر إليها وقال: إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت، صلى الله عليه وسلم. فهي أحب البقاع، وهذا يدل، يعني هذا الكلام كلام قول النبي صلى الله عليه وسلم، يدل أن ما يتعلق بالدين والعقيدة والحفاظ على الإيمان والحفاظ على القيم هذا مقدم على الحب الذي يتعلق بما يسمى بحب الأوطان. يعني بعض الناس يقول لك حب الوطن وحب الوطن وحب الوطن، طيب الوطن يا أخي ما هو مقدم على الدين والإيمان والعقيدة؟ الآن جعلوا حب الوطن صنم، حطوه كذا وثن عليه الولاء والبراء، الوطن والوطن، هذا وطني، هذا يحب الوطن، هذا إيش الوطن؟ يعني الوطن يجمع المسلم ويجمع الكافر ويجمع العلماني ويجمع الليبرالي ويجمع الشيوعي ويجمع الرافضي ويجمع الماروني ويجمع الملحد، هذا ما هو شعار. الإنسان يتعلق بالمرجعية التي تجمعنا هي الكتاب والسنة، المرجعية التي تجمعنا هي الإسلام وليست الوطنية، لأن الأوطان هذه قد تشمل البر والفاجر والصالح والطالح والمسلم والكافر وغير ذلك، ولكنه يعني عظم. وأما إذا كان يعني حب الوطن يعني تبعاً لحب يعني تبعاً للإيمان، يعني مثلاً أنا أحب بلاد الحرمين وطني لأنها تحتضن مكة والمدينة، أحبها، يعني هذا المحبة حب فطري غريزي، ولكنه تبع لكونها يعني تحتضن المقدسات، لكونها بلاد ترعى الإسلام مثلا أو يبرز فيها الإسلام، لا بأس بذلك. لكن ما يكون يعني حب الأوطان عليه ولاء وبراء ويقدم على الإيمان ويقدم على العقيدة، لا، العقيدة والقيم التي تجمعنا هي المقدمة. نعم، أيضا العروبة هذه يعني وثن وصنم، العروبة هذه صنم. والأرض شيخ قد تصبح ملعونة نتيجة سوء الأخلاق الناس اللي عليها، كما لعن الديار الظالمين، يعني ساكن ديار لوط. نعم، يعني لا شك أن الفساد المعنوي كما تقدم لما قلنا في سورة الفجر فأكثر فيها الفساد، قلنا الفساد هنا يراد به الفساد المعنوي الذي هو الكفر والشرك، والفساد المعنى المعنوي يؤثر حسياً على البلاد. ولذلك يقول العلماء أن الكبائر والمعاصي تؤثر على الأرزاق وتؤثر على الصحة، تؤثر على البلاد. ألا ترون يعني في بعض البلاد، ربما في هذه البلاد أو غيرها، كثير من الناس يشكو قلة بركة الأموال، ألا ترون هذا؟ يعني الآن المئة دولار كانها ريال بالسعودية، ما فيها بركة يعني حقيقة، يعني المعاصي والكبائر وبلاد الكفر وبلاد الشرك وظهور الموبقات هذا يؤثر على الأرزاق، يؤثر على الصحة، يؤثر على كل شيء. فقال الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد. وعرفنا أن البلد المراد بها مكة شرفها الله، والله عز وجل ذكرها في سورة التين والزيتون وهذا البلد الأمين، وذكرها في سورة النمل حينما قال الله عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. أقسم الله عز وجل بمكة
لأنها قبلة المسلمين ولشرفها ولمكانتها، وهي معظمة قبل الإسلام. يعني حتى قريش، لماذا كانت قريش يعني قد حظيت بهذه المكانة والمنزلة؟ لأنهم كانوا سدنة البيت وكانوا يرعون البيت، فالبيت كان معظم عند العرب حتى قبل مجيء الإسلام، والإسلام زاده تشريفاً وتعظيماً. يعني كانوا قد توارثوا ذلك عن ملة إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء عليه السلام، وتوارث كذلك الأجيال يعني تعظيم هذا البلد. قال الله عز وجل: وأنت حل بهذا البلد. من المخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت حل بهذا البلد، ما معنى وأنت حل بهذا البلد؟ ها؟ وأنت حل وأنت من أهل البلد. طيب، ها؟ وأنت تسكن هذا البلد. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن مكة لما نزلت هذه السورة؟ ها؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هاجر؟ السورة مكية، صح، السورة مكية، لكن السورة هذه يعني تتحدث عن أي أحداث؟ بعد خروج. السورة هذه تتحدث عن حدث عظيم غير مجرى التاريخ. ها؟ لا، ليس الهجرة. أحسنت، هو هذا. السورة تتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يفتح مكة، ولذلك هذه الآيات يعني من الآيات التي تقدم نزولها على تقرير حكمها. يعني في بعض الآيات تنزل قبل أن تتحقق في الواقع، وهذا من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذا القرآن لو لم يكن من عند الله، ما الذي أدرى النبي صلى الله عليه وسلم بأن مكة ستفتح وبأنها ستحل له ساعة من نهار؟ ما الذي أدرى النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت الآيات في أواخر سورة القمر: سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ هذه تتحدث عن معركة، عن فتح مكة. ما الذي أدرى النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلمون سيكون لهم تجمع وسيقابلون الكفار وسيولون الدبر؟ نعم، عن فتح مكة وربما بدر، لكن المقصود أن ما الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك جيوش وتجمع ولقاء؟ يعني حتى يعني نقل عن عمر رضي الله عنه حينما نزلت سورة الآيات في سورة القمر، يقول: يعني كنت أقرأ الآيات وأعجب، يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. يعني نحن حنا مضطهدين في مكة، والله عز وجل يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. يعني أي جمع وأي لقاء؟ يعني ما هو متصور، يعني كيف الآن؟ نحن الآن مستضعفين في مكة. ما الذي أدرى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا لهب سيموت على الكفر؟ تبت يدا أبي لهب، إلى أن قال الله عز وجل: سيصلى نارا. ما الذي أدرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الآيات وأبو لهب على قيد الحياة، أليس كذلك؟ ألم يكن يستطيع أبو لهب أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا أسلمت، لا إله إلا الله؟ يستطيع ولا ما يستطيع؟ يعني كان ممكن يمثل هذا، لكن ما استطاع، لأن هذا قرآن من الله، هذا وحي من الله عز وجل. فإذا الآيات تتحدث عن فتح مكة حتى وإن كانت نازلة في مكة، فكيف يقال وأنت حل بهذا البلد وأنت ساكن بهذا البلد؟ لا، أنت حل بهذا البلد لها معاني أخرى. كيف ستحل؟ أيوة، ستحل، هذا أحد المعاني. أنت حل بهذا البلد يعني الله عز وجل يقسم بمكة لشرفها، وتزداد شرفاً إذا نزلها النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ وقد يعني نزلها وسكنها لما دخلها فاتحاً في عام الفتح، طيب، ومكث فيها النبي. متى فتحت مكة؟ السنة التاسعة أو العاشرة. طيب، في أي شهر؟ أحسنت، في رمضان. ما تذكرون الخطبة دائما يتحدثون عن فتح مكة في رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في رمضان في العام التاسع أو العاشر على خلاف بين المؤرخين، ودخلها مفطرا. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 18 يوم أفطر في رمضان. نعم، يعني. نعم، رغم أنها أرضه، لكنه خلاص هو انتقل للمدينة. وهذه من الأدلة التي تدل على أن الإنسان يجوز له أن يترخص برخص السفر، وحتى ولو كان له داران أو بيتان. يعني بعضهم الآن يسأل يقول: والله أنا عندي بيت في البلد الفلاني وعندي بيت في البلد الفلاني، وأنا مقيم وأعمل في البلد الفلاني، هل يجوز إذا ذهبت إلى البلد الآخر
أن أترخص برخص الإفطار والقصر والجمع؟ نقول نعم، هذا الدليل واضح. النبي صلى الله عليه وسلم أليس من أهل مكة؟ طيب كيف أفطر في رمضان؟ أفطر النبي صلى الله عليه وسلم 18 يوم. كيف مقيم؟ إيه لكنه مسافر، يعني هو نازل، يعني في فرق بين بين الإقامة وبين يعني الإقامة المؤقتة وبين الإنسان الذي اتخذها دار. هي داره في الأساس. صح، لكنه لم ينوي العودة لها. نعم، وسيعود مع الأنصار. نعم، هو مسافر وسيعود مع الأنصار. ولذلك الأنصار لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في بعد هوازن يوم حنين، وجدوا في نفوسهم شيء، يعني حينما أعطى يعني الأقرع بن حابس وأعطى يعني كبار وأعطى سفيان وأعطى أبو سفيان وأعطى القرشيين، فيعني وجدوا في نفوسهم، فقال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم، ألا ترضون أن يرجع الناس بالعير والشاة وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان وجوده في مكة مؤقت، لم يكن يعني وجودا دائما، فلذلك أفطر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكان يقصر الصلاة أيضا، وهذا من أدلة قصر الصلاة. لأن يعني الآن كثير من المذاهب الفقهية، مذهب الحنبلي والمذهب المالكي والشافعي والأحناف، يقول لك الآن ما يجوز أنك تقصر الصلاة أكثر من 3 أيام أو 4 أيام، محددينها بمدة. طيب في أدلة صريحة الآن واضحة جدا، وهذا الآن المذهب، يعني أن السفر لا يحدد بمدة، هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب ابن القيم ومذهب ابن كثير ومذهب الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين، أن السفر لا يحد بمدة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وأفطر في مكة 18 يوم، ولما راح في تبوك نفس الشيء، في غزوة تبوك جلس 19 يوم وهو يقصر الصلاة. فيعني تفاوت المدد يدل على أن المدة غير محددة، مفتوحة، ما دام أنك أنت في بلد لم تعزم الإقامة فيه. ولذلك يعني العلماء حتى يعني وسعوا الفتوى. الشيخ ابن عثيمين كان يفتي حتى المبتعثين، مبتعث لأمريكا ولا لكندا بيجلس 4 سنين، كان يفتيهم أنه مسافر طول المدة. نعم، كان يفتيه أنه مسافر، يقول له أنت مسافر، لكن يقول الشيخ رحمه الله، يقول يعني إذا كنت بقريب من مسجد فصلي في المسجد، صلي في الجماعة لا تقصر. إذا كنت يعني من قريب من المسجد فصلي في المسجد، وإذا جاء رمضان صم عن الناس، لأنك إذا أفطرت تجمع عليك الصيام ولا استطعت تقضيه. إيه، لكن كحكم شرعي أنا ما نويت الإقامة، أنا ما عندي نية. إذا واحد راح سنة يدرس على الجامعة يقعد سنة. إيه، مؤقت. ما مؤقت، كيف مؤقت؟ إنه مؤقت سنة وبيرجع. ما لا، لم يتخذه موطنا، لم يتخذه بلدا. يعني في فرق بين أنك أنت والله أنا خلاص أنا قررت الآن الهجرة النهائية وهذا بلدي وموطني، ما عندي نية أرجع، وبين واحد يقول لك لا والله أنا جالس ها أترقب الظروف، متى ما سنحت فرصة بمشي، أنا والله جالس مؤقت ما عندي نية أقعد ولا عندي. ألا ترى هناك فرق بين الصحابة اللي سكنوا الأمصار مثلا زي أبو الدرداء أو كذا، هل ضل روي عن أحدهم؟ لا، هذول استوطنوا يا أبو عمر. أبو الدرداء لما راح الشام خلاص اتخذه بلد، خلاص يعني هو نزح، قرر الإقامة الدائمة، ولذلك ماتوا هناك ودفنوا هناك، اتخذوها بلدا. لكن في فرق بين واحد، يعني ضربنا الأمثلة يعني على هذا. طيب، إذن مكة، القول الأول بأن بمعنى أنت حال بهذا البلد، يعني نازل بهذا البلد في فتح مكة، فالله عز وجل يقسم بمكة، ومكة تزداد شرفا بدخول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا احتمال. الاحتمال الآخر وهو الأقرب للصواب، وهو الذي يرجحه كثير من المفسرين والمحققين المتقدمين والمتأخرين، أن حل بمعنى يحل لك فيها ما لا يحل لغيرك. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة
من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. هذا حديث في الصحيحين من حديث أبي شريح. يعني مكة لا يجوز أن يعضد شجرها، ولا يجوز الصيد فيها، ولا يجوز سفك الدماء فيها، ولا يجوز. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها، هذه رخصة من الله، رخصة من الله. فإذا المعنى الآخر وأن تحل بهذا البلد يعني أن الله عز وجل أحلها لك، أحلها لك وأباح لك القتال فيها والمواجهة فيها. وهذا أمر استثنائي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يستبيح الدماء. لا، النبي والجيش الإسلامي كيف النبي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم والجيش الإسلامي. طيب، فهي مباحة وحل للجيش الإسلامي جميعا. ولذلك كان حتى العرب الجاهليون من قبل الإسلام كانوا يعظمون البيت، كان أحدهم يلقى قاتل أبيه في الحرم ولا يمس بسوء أبدا، ولكن هذا استثناء. فإذا لو سئلنا الآن مرة أخرى، ما معنى وأنت حل بهذا البلد؟ يعني أنت مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، الله أن الله عز وجل يقسم بمكة في حال أمرين، إما احتمال أن يكون أن في حال نزول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجوده في مكة، أو في وقت كونها أصبحت حلالا ومباحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول يعني الأقوى والراجح في هذه المسألة، والله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة حاول قتله قبل ما يطلع. إيه، هذا السبب انه انت لما ترجع كل يعني تقتلهم مثل ما كانوا، دمك حلال عليهم كان. ما فهمت. قبل ما يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم صح تعرض لمحاولات، تعرض لمحاولات. ايه ايه نعم نعم. هذا السبب انه لما ترجع لازم يكون يعني حل عليك انه تقتلون وكذا، هذا السبب؟ لا، ليس هذا السبب. يعني هي أبيح، لا، هي أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، أي ساعة من حسب الحديث. يعني طبعا الساعة يعني الساعة يعني تطلق في العرب على الفترة، ليست يعني الساعة 60 دقيقة، الساعة الفترة من الزمان. يعني لأن لا يتصور أن الجيش الإسلامي يخلص مكة في ساعة واحدة. يعني في فتح مكة، في وضع فتح مكة. أي نعم. فيعني لماذا أباح الله عز وجل قتال غير المسلمين؟ القتال ليس مقصودا لذاته. يعني حنا المسلمون ليس كما يصور أعداء الإسلام بأن المسلمين يهوون القتل ويهوون سفك الدماء، ليس كذلك. المسلمون أبيح لهم القتال لنشر الإسلام، حتى لا يقف أحد ضد نشر الإسلام. فهي أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار حتى يطهر مكة من المشركين وحتى يكسر الأوثان. ليست مسألة انتقام، يعني أنت حاولت تقتلني، أنا جاي أحاول أقتلك الآن. لا، ليس هذا المقصود. المقصود أنه يريد أن يدخل أهل مكة في الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل فاتحا يوم مكة وبجيش عرمرم يقدر يعني تعداده 10,000، ووقف على باب الكعبة واستند يعني على عند باب الكعبة، وقريش تحته، قريش الذين عذبوه ويعني حاولوا قتله وتطاولوا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تمكن منهم. شوفوا، انظروا يعني إلى العظمة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل فاتحا ومتمكنا، ويقول الرواة والذين نقلوا يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة دخوله، قالوا دخل مطأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني حتى كاد رأسه أن يمس رحله، يعني من التواضع. ما دخل يعني بعظمة وبفشخرة وأبها، لا، دخل متواضعا صلى الله عليه وسلم. فوقف على باب الكعبة وتحته قريش، قريش هذول اللي يعني طردوه وعذبوه. فقال، ما تظنون يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ يعني وش تتوقع أسوي فيك؟ يعني الآن بعد اللي سويته أنت، الآن وش تتوقع أسوي فيك؟ فقالوا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. انظروا إلى يعني هذا هو يعني عظمة، كما قال، والعافين عن الناس. الله عز وجل يقول والعافين عن الناس، والعفو عند المقدرة هذا منزلته عظيمة جدا، كما جاء في الحديث أنه من عفا
عند قدرته دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق فخيره من أي الحور العين يشاء. يعني هذا إكراماً لمن قدر. بعض الناس يقول لك والله أنا عفوت، أنت أصلاً ما أنت قادر، يقول لك أنا عفوت عنه، أنت ما تمكنت عشان تعفو عنه. أنت العفو ما يطلق على أنك تقول، هذا ممكن تقول سامحته، ممكن تقول سامحته، لكن عفوت بمعنى أنا تمكنت منه، مثل ما يحصل الآن مثلاً في بعض قضايا، الله يحمينا وإياكم، بعض قضايا القصاص، يعني يحكم عليه قصاص ويؤتى به في الساحة بيقتل، فيأتي الأب يقول أنا عفوت عنه لوجه الله، خلاص تمكن الآن، هو ستضرب عنقه في آخر لحظة، يقول أنا عفوت عنه لوجه الله، وقد عرضت عليه الملايين وعرضت عليه الأموال الطائلة، قال أنا عفوت عنه لوجه الله. هذا يقع كثيرا يعني. فإذا العفو عند المقدرة، وهذا الذي حققه النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فاذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن الآيات هذه تبشر، يعني كما قلنا هي آيات مكية، تبشر بفتح مكة، فإذا هي آيات نزلت قبل أن تفتح مكة، فإذا هي تحمل بشارة بأن مكة سوف تفتح. طيب، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك القسم الثاني والثالث، قال ووالد وما ولد، لا أقسم بهذا البلد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. طيب انظروا كيف يعني نحن نمر ببعض الآيات دون يعني أن نتأملها جيدا. والد ووالد وما ولد، ما معنى ووالد وما ولد؟ الوالد والابن، الوالد والابن. أي طيب، لكن توضيح زيادة. أيوة، هذا أحد الأقوال الشهيرة، وربما يكون هو القول الصحيح، أن الله عز وجل يقسم بكل والد وما ولد. البشرية ليس فقط البشرية، كل الخليقة عبارة عن توالد، أليس كذلك؟ الإنسان والحيوان كلها عبارة عن تكاثر وتوالد، أليس كذلك؟ طيب، فالله عز وجل يقسم بوالد وما ولد، يعني كل من هو والد وأب، وكل ما ولد، الله عز وجل يقسم بالخليقة كلها، الإنسان والحيوان كلها، هذا أقسم الله عز وجل به، لأن التوالد والتكاثر من آيات الله العظيمة. يعني انظر كيف الله عز وجل يعني يخلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني من كان يتصور أن هذا الماء المهين يتشكل منه هذا الإنسان بهذه القدرات وبهذا العقل وبهذا السمع والبصر؟ هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. القول الآخر للمفسرين بأن الله عز وجل يقسم بآدم وذريته، لا، ووالد وما ولد، فالوالد هو آدم وما ولد أي ذرية آدم، لكن القول الثاني كما ترون، كما تلحظون، القول الثاني أشمل وأعم، يعني ممكن الآية تحمل على المعنيين، لكن القول الثاني هو الأشهر والأعم، بأن الله يقسم بكل والد وما ولد من الخليقة، سواء كان إنسان أو غير إنسان. طيب، ثم بعد ذلك نحن عرفنا أن القسم، ما هي أركان القسم؟ قلنا أركان القسم القسم أو حرف القسم والمقسم به. طيب، لأن المقسم به البلد الأمين. طيب، باقي المقسم عليه اللي هو جواب القسم، أين جواب القسم؟ قال بعد ذلك لقد خلقنا الإنسان، إذن هذا جواب القسم، صح؟ خلقنا الإنسان في كبد، هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، مؤكدة بالقسم، ومؤكدة بدخول اللام، ومؤكدة بقد، هذه كلها تستخدم للتأكيد. طيب، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان، طبعا الإنسان الغالب كما قلنا لكم، الإنسان في القرآن المكي ينصرف إلى المؤمن ولا إلى الكافر؟ في الغالب ينصرف إلى الكافر، لكن هنا الإنسان لا يراد به فقط الكافر، وإنما يراد به جنس الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في كبد، كل إنسان، مسلم وكافر، مؤمن وكافر، بر وفاجر، صالح طالح، كل إنسان خلق في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لاحظ قال في كبد، وكبد هذه اختلف المفسرون في معناها، تذكرون شيء من معانيها؟ ما معنى كبد؟ مشقة وعناء، هذا هو المعنى المشهور،
هذا هو المعنى المشهور، وقد يكون هو القول الراجح أيضا بأن الكبد بمعنى المشقة والمعاناة، لا يزال الإنسان يعاني ويكابد على حد قول القائل يقول خلقت أو قال خلقت، وبعضهم يقول طبعت على كدر وأنت تريدها، يعني الدنيا خلقت أو طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. يعني ما تجي، يعني ما تجي الدنيا، يعني أبدا ما تصفو لأحد. يعني بعض الناس يظن أن الأغنياء وأن الأمراء وأن الوزراء وأن الرؤساء وأن أصحاب المناصب والمال يظن أنهم مرتاحين، هذا مو صحيح ترى. يعني كل إنسان يعاني ترى، كل إنسان، يعني حتى مهما على منصبه ومهما تضخمت وتضاعفت ثروته، بالعكس يعني قد تكون المناصب وقد تكون الثروات سبب للشقاء وسبب للنكد وسبب للهموم والمعاناة. فإذا هذه سنة الله عز وجل، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولاحظ التعبير بفي، جاء بفي، وفي حرف إيش؟ حرف ماذا يفيد؟ أيوة أحسنت. إذن نجمع جوابكم مع بعض، يعني في يفيد الظرفية، صح؟ أنا أقول لك الآن الشراب في الكأس، يعني الكأس يحيط بالشراب من كل مكان، أليس كذلك؟ فالله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني الكبد يحيط فيه من كل جانب. كبد وأنت حمل في بطن أمك، كم من الأبناء يعني في بطن أمه يعني تتعسر ولادته، وربما يصيبه ما يصيبه، وقد يختنق في بطن أمه، وقد يأتيه ما يأتيه، ويستهل خروجه هذه الدنيا وهو صارخ، يعني يصرخ، ينخزه الشيطان كما جاء، يعني نخزة الشيطان يستهل صارخا في هذه الدنيا. ثم بعد ذلك يعني إذا كبر شوي جاءت عاد، إذا كان ذكر جاءت عملية الختان وما الختان، ويتعذب مسكين إذا ختنته، ويجلس يعني التطهير هذا يجلس شهر وهو يصيح من وبعدين تجيها يعني إذا بدأ يرضع بدأت مشاكل اضطرابات المعدة، المعدة غير متعودة على الحليب ويعاني وغازات وما إلى ذلك، يعني معاناة. كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني يتقلب. ثم عاد بعد ذلك تأتي مرحلة الطفولة وما يعني يواجهه من صعوبات في طفولته، ومرحلة المراهقة والشباب، ومرحلة الكهولة، ومرحلة طلب الرزق، ومرحلة الأولاد. كبد ما يعني لا تصفو لأحد أبدا، هذه طبيعته. لقد خلقنا الإنسان في كبد. هناك قول آخر للمفسرين في كبد، لكن أنا حقيقة ما رأيت يعني كثير من المفسرين ذكروه، لكن أظن ممن ذكر هذا الإمام ابن القيم، ورأيت من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، شيخنا الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، رأيته ذكر هذا القول، قال بأن كبد بمعنى أنه خلق في أحسن تقويم، مثل يعني قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني أنه خلقه على أحسن صورة، أن من معاني كبد يعني الكمال والتمام، يعني أنه خلقه منتصب القامة مرفوع الرأس ويعني مكتمل الهيئة، بخلاف الآن الحيوان أكرمكم الله، الآن الحيوان مطاطئ رأسه أليس كذلك، والحيوان تجد أن رأسه بمحاذاة مؤخرته، وأما الإنسان منتصب القامة رأسه في العلو. يعني هذا قول ذكره يعني بعض المتقدمين، وذكره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولكن القول الشهير أن كبد بمعنى المشقة والمكابدة والعناء الذي يصيبه. هذه الآيات طبعا نزلت في مكة، وهذه فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لقي من الأذى ما لم يلقه أحد يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع سلى الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، وخنق عند الكعبة صلى الله عليه وسلم، وطرد من بلده، ووصف بأبشع الأوصاف. الحين لو واحد قال لك يعني يا البعيد، لو واحد قال مثلا يا البعيد أنت مثلا كذاب، لو قال لك يا البعيد أنت كذاب، يعني لو قال لك يعني كلمة واحدة بس انزعجت وتأثرت وحزنت، وربما يعني ذهب النوم من عينيك.
فكيف إذا قال لك أنت كذاب وأنت مجنون؟ يعني قال يعني للبعيد أنت كذاب وأنت مجنون وأنت ساحر وأنت كاهن وأنت 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 تريد الدنيا إلى آخره، يعني ألم نفسي، يعني والألم النفسي كما يقال أشد من الألم الجسدي. لما يجتمع الإنسان الألم الجسدي والألم النفسي، هذا لا شك أنه من الكبد الشديد الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الآيات جاءت لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي طبيعة الحياة، هذه هي طبيعة البشر. ولذلك المؤمن دائما يا إخوان، يعني مهما نزل بك من البلاء يا أخي، تذكر يا أخي البلاء الذي نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، تذكر بما نزل بالصحابة يا أخي، تذكر بما نزل بالمعاصرين، يعني بما نزل بإخواننا في غزة. يعني ما الذي أصابنا؟ يعني ما الذي، يعني الواحد إذا مرض أو مثلا نقصت الدنيا عنده قليلا، يعني حزن أو تألم، يا أخي ترى ما جانا شيء. يعني الذي أصابنا يعني غبار، لا يعد شيء بالنسبة للبلاء الذي نزل بهؤلاء. لذلك الواحد يعني ينبغي عليه أن يسلي نفسه بمثل هذه الآيات. ثم قال الله عز وجل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال أيحسب بفتح السين صح، أيحسب طيب أو أيحسب بضم السين ولا بفتحها؟ ها وش الفرق بين أيحسب ويحسب؟ أحسنت، أيحسب يعني يحسب مأخوذة من العد والحساب، طيب، وهي على وزن كما قيل قتل يقتل، قتل يقتل، يعني تقول في الحساب، يعني هذه أشياء لازم ننتبه لها في اللغة، تقول حسب، حسب يحسب بمعنى أنه العدد، ولكن حسب يحسب، حسب بمعنى، عرفتوا شيف؟ شفت دقة اللغة العربية؟ يعني إذا أخطأت في حرف، أخطأت في الحركة، بدل ما تقول يحسب قلت يحسب، اختلف المعنى تماما. أنت تتكلم عن العدد الآن، فإذا يحسب بمعنى ظن، ويحسب بمعنى الحساب، الحساب والعدد. فالله عز وجل قال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. عفوا أنا جيت أعلمكم الصح علمتكم الغلط، يلا ما عليش. طيب أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ الله عز وجل يقول أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي أيظن الإنسان، وهو الإنسان طبعا الآن ينصرف إلى الكافر الذي يعني غرته قوته وظن أنه لن يتمكن منه أحد بقوته، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ وهذا الأسلوب أيحسب، هذا استفهام إنكار وتوبيخ، طيب استفهام إنكار وتوبيخ، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، فيظن أنه يعني بقوته وقدرته بأنه لن يتمكن منه أحد، وبأنه يعني نسي الحساب، نسي أنه سوف يقف بين يدي الله عز وجل. وإلا لو كان هؤلاء الجبارون، لو كان هؤلاء الجبارون الذين يستطيلون في الدماء ويستطيلون في الأعراض ويستطيلون في الأموال، لو كان مستحضر بأنه سيموت وبأنه سيحاسب كان هذا يمنعه، أليس كذلك؟ لكن هذا غائب عنه تماما، يعني ما هو موجود عنده، يعني ما هو في الحسبان، يعني يظن أن الدنيا يعني دائمة له. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول هذا الإنسان المكذب، يقول أهلكت مالاً لبدا، يقال يقول أهلكت مالاً لبدا، ما معنى مالاً لبدا؟ أحسن، لبدا، لبدا هذا جمع صح؟ طيب مفرده إيش؟ لبدا، لبدا، أحسن، لبدا جمع اللبد، لبدا، فاللبد يعني اللبدا بمعنى أنه يفتخر هذا الإنسان بأنه أنفق مالاً كثيراً. وما أشبه الليلة بالبارحة، الآن تجدون يعني المجرمين والمفسدين والمسرفين والذين يعني يبددون الثروات هنا وهنا، يفتخر بأن البرنامج الفلاني
كلف 20 مليون وأن العقد الفلاني كلف 30 مليون وهي يعني أشياء تافهة تبدد يمينا ويسارا يعني تبدد ثروات المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل على أشياء لا قيمة لها، فيفتخر بأنه أهلك مالا لبدا. اللبد يعني أو اللبدة هي التجمع، يعني إذا جمعت شيء تسمى لبدة. طيب تذكرون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه، ما مر عليكم أن النبي لبد رأسه وقلد هديه؟ إيه؟ لبد رأسه، يعني لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج جمع رأسه ولبد رأسه، كذا في الحديث تقرؤون لبد رأسه وقلد هديه، هذا موجود في الحديث النبوي. ها؟ وقلد هديه، يعني قلد هديه يعني ألبس الهدي، وضع عليه علامات، علامات الهدي الذي سيقدمه للحرم، أضع عليه قلائد وعلامات، قلده. طيب وفي بعض الأحاديث أشعره، يعني ضع عليه علامات. طيب فإذا لبد رأسه بمعنى جمعه تلبيد، لبده. هذا موجود حتى في اللهجات الدارجة، يقول يعني هذه أشياء ملبدة أو تلبدت، يعني تجمعت الغيوم، يعني تلبدت الغيوم أو تلبدت السماء، فبمعنى أنها تجمعت. جميل. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لبدا، لبدا يعني تجمعوا عليه. أيوة، أي يعني أنهم عندما قام يدعو تكالبوا عليه وتجمعوا. أيوة، لبدا يعني تجمعوا عليه. جميل أنك جبت الآية هذه. طيب قال أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب يعني أيظن أنه لم يره أحد، يعني في حال إنفاقه وبذخه وتبذير الأموال. والاستفهام هنا قلنا لكم هو للإنكار والتعجب والتوبيخ، استفهام هذا يأتي للإنكار والتعجب والتوبيخ، يعني ليس الأمر كما يظن. فالآية فيها التهديد أنك انتبه أيها العبد بأن أعمالك محصية عليك. ثم قال بعد ذلك ألم نجعل له عينين، والعينان هنا للإبصار، ولاحظ قال ألم نجعل، الهمزة هنا يقول العلماء للتقرير، يعني حتى يقر ويعترف بأن له عينان. ودائما يقولون في اللغة العربية السؤال بطريقة الإقرار أقوى من السؤال المباشر، يعني أنا أقول مثلا لما أقول هل عندك عينان، هل عندك عينان، هذا سؤال صح، لكن لما تقول ألم نجعل له عينين السؤال بالتقرير أقوى من السؤال العادي. فقال ألم نجعل له عينين أي للإبصار. طيب ثم قال ولسانا وشفتين، هذه من آيات الله عز وجل، الشفتان واللسان الذي تبين به وتتكلم، واختلاف ألسنتكم، هذه من آيات الله عز وجل، اختلاف الألسنة، الألسنة التي تبين. قال لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. طيب ذكر العينان وذكر الحديث والنطق ولم يذكر السمع، ليش؟ لماذا لم يذكر السمع؟ يعني مقر ضمن اللسان. أحسنت، كيف؟ وضح زيادة. الذي لا يتكلم، الذي لا يسمع لا يتكلم. ما شاء الله عليك، أحسنت ما شاء الله. هذا الجواب، أن الله عز وجل لم يذكر السمع لأنه معروف الذي لا يسمع ما يقدر يتكلم أصلا، يعني السمع دائما، يعني النطق مرتبط بالسمع، فالذي لا يسمع، الذين لا يسمعون لا يمكن أن يتكلموا، أليس كذلك؟ طيب فلذلك الله عز وجل اكتفى بذكر العينين والشفتين ولم يذكر السمع، لأن السمع معروف ضمنا بأنه لا يتصور أن يتحدث وأن يكون له شفتان ولسان يعني يبين به إلا وهو يعني مهيأ أنه يسمع. ممكن نقول يعني أنه السمع بالنظر والكلام أنه بإرادة الإنسان، بينما السمع يعني ممكن يكون يتم يعني بدون إرادته، كله بإرادتك، يعني يعني حتى السمع أنت تستطيع أنك يعني تتغاضى عن أشياء أو يعني تعرض عن أشياء ما تسمعها، تستطيع. بس أحيانا يعني بسمع شيء هو ما بيكون ناوي، وقد تنظر إلى أشياء وأنت لا تريد النظر إليها، ولا لا؟ يعني ما ينطبق على السمع ينطبق على البصر أيضا. طيب ثم الله عز وجل يقول وهديناه النجدين، وهذه النجدان، النجدين فيها أيضا قولان للعلماء، ما معنى وهديناه النجدين؟ طريق الخير والشر، هذا هو أشهر الأقوال، أن الله عز وجل بيّن لك طريق الخير والشر. قال وهديناه النجدين، ما نوع الهداية هنا؟ إحنا عرفنا أن الهداية تنقسم إلى قسمين، ها؟ ما أنواع الهداية؟
دلالة وإرشاد. دلالة وإرشاد توفيق وتثبيت. وتوفيق وإلهام، صح؟ ما الفرق بينهما؟ معلش نراجع المعلومات، إذا كانت معلومات جديدة عليكم عرفوها. الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وإلهام. ما هي هداية الدلالة والإرشاد؟ يعني هل هناك تعارض مثلا بين قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط، صح؟ وقال الله عز وجل في الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت. لو جاك واحد قال لك الآيات متعارضة، هنا قال وإنك لتهدي إلى صراط، والآية الأخرى قال إنك لا تهدي. طيب قال لك والله القرآن فيه تعارض، هنا قال أتهدي وهنا قال لا تهدي. الأولى هداية الدلالة. أيوة، الآية التي في نهاية سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد والتوضيح والبيان. يعني هذه وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء، يوضحون يبينون للناس. لكن هل الأنبياء وأتباع الأنبياء يملكون القلوب، يملكون الهدايات؟ إنك لا تهدي من أحببت، حتى لو كان ابنك الذي من صلبك ما تستطيع أنك تهدي ولا تستطيع أن تغير. نبي الله نوح وهو من أولي العزم قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وهو ابن نبي ومن أنبياء من أولي العزم، أليس كذلك؟ طيب إذن الهداية هنا اللي معنا قال وهديناه النجدين، هل هي هداية يعني الدلالة والإرشاد والتوضيح، ولا هي هداية التوفيق والإلهام؟ الأولى. والدليل أنه البشرية، يعني الله الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هل يتصور أن البشرية كلها تكون مؤمنين؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما يتصور. يعني سنة الله الكونية لابد في مؤمنين وفي كافرين، هكذا سنة الله عز وجل. فإذا الهداية هنا هي هداية الدلالة والإرشاد. هناك قول آخر تجدونه في التفاسير وهو قول أيضا مشهور، ما مر عليكم معنى النجدين معنى آخر؟ أحسنت. هناك في بعض التفاسير يقول لك النجدين هما ثديا المرأة، يعني ثديا الأم، الولد حينما يخرج من بطن أمه يلتقم ثديا أمه للرضاع، أليس كذلك؟ من الذي علمه؟ من الذي علم هذا الطفل أن يلتقم الثدي؟ حتى 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 الآن الحيوانات تلتقم الثدي، أليس كذلك؟ ما الذي أعلم هذا الصغير أن هذا العضو البارز الثدي هو غذاؤه؟ والنجد في اللغة الشيء المرتفع، وسمي الثديان نجدين لأنهما مرتفعان بارزان. نهدين يعني نجدين تضبط، نهدين نجدين نفس وين النهدين؟ الصدر هو النهد اسمه. النهد يعني في كمان يسمى في اللغة العربية النهد. نهد. لغة عربية فصيحة النهد. هكذا بالشعر يعني. ونهديها ها. أي والنهد يعني شوف، هو القاعدة في اللغة أن الكلمات إذا تقاربت في المبنى تقاربت في المعنى. فالنهد والنجد قريبة من بعض، قد تكون قريبة من المعنى هذا. لكن المعنى الأعم بأن النجدين المراد بهما طريق الخير والشر. طيب إذا نختم يعني هذا اللقاء بإذن الله عز وجل، لأن الله عز وجل في هذه الآيات أقسم بالبلد ووالد وما ولد، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للخلق أن يقسموا إلا بالله عز وجل. هذه الآيات تدل على فضل مكة وشرف مكة، تدل كذلك على شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل كذلك يعني الآيات على أن السورة مكية، ولأن الله عز وجل قال وهذا البلد الأمين، وكذلك تدل الآيات بأن الله عز وجل قد أباح مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، كذلك الآيات فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سوف يفتح مكة، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها آيات نزلت قبل فتح مكة، وذكرنا لكم أمثلة على ذلك. كذلك الآيات فيها توبيخ للكافرين وللغافلين الذين لا يبالون بنظر الله عز وجل. الله عز وجل يقول ألم يعلم بأن الله يرى. من أعظم ما يمنع الإنسان عن الحرام ويحول بينه وبين الحرام أن يتذكر رقابة الله عز وجل، يتذكر أن الله يطلع عليه في خلوته وجلوته،
ولذلك يقول قال: وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يعني الواحد يستشعر. بعض الناس بيقول لك: يعني والله يا أخي أنا أستحي أسوي هذا، خلني أسوي في مكان. طيب ما الذي يمنعك الآن؟ أنت الآن في رمضان مثلا، أنت صائم، ألست تدخل البيت في بيتك لا أحد يراك؟ ما الذي يمنعك أنك تشرب ماء وتأكل؟ أليس رقابة الله عز وجل نفس الشيء؟ الإنسان يعني يغلب رقابة الله عز وجل في بقية الأمور. الله يراك في تصرفاتك، في كلماتك، في حركاتك، في كسبك للمال حلال أو حرام، في كل ما يصدر منك فأنت مراقب من الله عز وجل. تقريبا هذا يعني كل ما معنا في هذه الليلة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفك أسرانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم فرج هم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرجك لإخواننا في غزة، فرجك لإخواننا في جبالية، فرجك لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، إنك سميع قريب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.